ابتداء من يونيو 2014 تنضم السلطنة إلى اللوائح الصحية العالمية رسميا بعد أن استوفت كافة الشروط والمستلزمات الدولية في مجال الصحة. هذا ما أعلن على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة الصحة العالمية الذي عقد بجنيف بمشاركة وزراء الصحة في جميع أنحاء العالم. السلطنة التزمت بكافة اللوائح المتعلقة بهذا الموضوع، وأكدت المنظمة انضمامها في شهر 6 من هذا العام، وهناك 97 دولة ما زالت تعمل وتطلب تمديد للسنوات المقبلة. الهدف من اللوائح الصحية الدولية هو وضع نظام صحي ذو كفاءة عالية للترصد للمخاطر التي تهدد الصحة العامة على المستوى الوطني أو الدولي، وتبليغ المنظمة بها والتوحيد وتكثيف الجهود بين القطاعات المختلفة. وتتويجا لدورها النشط في المحافل الدولية، ترأست السلطنة اجتماع مجموعة الدول الشرق أوسطية إمرو على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة الصحة العالمية، حيث تمت مناقشة قضيتي شلل الأطفال الذي أصبح متفشيا في دول المنطقة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، إذ سعت إلى تنسيق المواقف العربية وإيجاد آلية مشتركة لمكافحة تلك الأمراض الخطيرة. تمت مناقشة عدة مواضيع، خاصة يوم أمس موضوعين أساسيين، ألا وهما مرض شلل الأطفال والذي مع الأسف أصبح متفشي من جديد في بعض دول الإقليم الشرق المتوسط، وأيضا متلازمة الشرق الأوسط وهي الأمراض الصدرية الحادة. تم اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات والاتفاق على الآلية للحد من هذه الأمراض. من جانب آخر، يشهد مؤتمر الصحة العالمية المنعقد بجنيف تنسيقا خليجيا لمتابعة أحدث المعايير في منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الأمراض المعدية التي تشكل هاجسا صحيا لمنطقة الخليج. كما سيشارك وفد السلطنة في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء القادم.